مفهوم الأساسيات بتاعة الـ Document Management والـ Information Management. هندخل النهاردة في الـ Standard اللي ليها علاقة بالـ Document and the Information Management. تمام؟ إحنا عندنا two standards بتتكلم عن الـ Documentation والـ Information. عندنا two standards في الـ ISO بيتعاملوا فيها. أولاً الـ ISO 9001-2015 اللي هي بتتكلم عن الـ Quality Management System Requirement، وعندنا المواصفة الثانية اللي بتتكلم برضو عن الـ Information and Documentation Record Management اللي هي 15489. دول المواصفتين الموجودين في الـ ISO اللي بيعالجوا الجزئية بتاعة الـ Document. أول واحدة بتتكلم عن Requirement والتانية بتتكلم عن الـ Record Management. النهاردة إن شاء الله هنحاول نغطي الجزء النظري بتاع الـ ISO 9001. المواصفة نفسها بإذن الله هنبتدي إن إحنا نشرحها إن شاء الله المحاضرة اللي جاية اللي هتبقى بعد العيد بإذن الله. تمام؟ أول حاجة النهاردة هنتكلم فيها عن الكواليتي مانجمنت. إيه هو الكواليتي مانجمنت؟ الكواليتي مانجمنت عبارة عن إيه؟ تعريفات إيه؟ معلش المحاضرة النهاردة هيبقى فيها شوية تعريفات كتير، مش عملية زي المحاضرة اللي فاتت، مش هيبقى فيها حاجات عملية شوية، بس هيبقى فيها تعريفات كتير خاصة بالأيزو وخاصة بالمانجمنت. أول حاجة هنتكلم عن الكواليتي مانجمنت إيه هي؟ هنتكلم عن إيه هو الأيزو؟ ايه الفيرجن اللي احنا بنتعامل فيه في الايزو 9001؟ مين اللي المفروض يتعامل في الايزو ده ومين اللي المفروض ما يتعاملش بيه؟ مين المفروض الشركات اللي ممكن تاخد شهاده الايزو دي؟ ايه هي البرنسبلز بتاعت الايزو 9001؟ ايه هي الفوائد اللي ممكن الفوائد اللي ممكن تعود على الايزو سيرتيفايد اذا كان شخص او اذا كان عميل او اذا كانت شركه؟ تمام. واخر حاجه ايه هي المواصفه وايه هي الريكويرمنت بتاعت الايزو 9001؟ موضوع المواصفه ده احنا احتمال النهارده ما نقدرش ان احنا نكمله، فاحنا هناخد النهارده لحد البينيفيتس اوف ايزو سيرتيفيكيشن. تمام. اول حاجه هنتكلم عليها هي الجوده. مبدئيا الجوده هي عباره عن شويه، يعني نبدا بشويه تعريفات عن الجوده. الجودة تعريفات كتير، ولكن لا يوجد مفهوم واحد ثابت للجودة، يختلف دايما مفهومها من العملاء إلى العاملين. فمن ضمن تعريفات الجودة إن الجودة بتقول إن هي التطابق مع المتطلبات، يعني أي منتج أو خدمة الشركة بتقدمه ليها مجموعة من الخصائص، ليها مجموعة من المتطلبات لازم تحققها في المنتج أو الخدمة اللي هي بتقدمها ليه. بمجرد ما قدرنا ان احنا نحقق المتطلبات بتاعة الايتم ده او بتاعة الخدمة اللي انا بقدمها دي، ده كده بيعتبر تحقيق الجودة. ده كده تعريف. في تعريف تاني بيقول ان الجودة هي ثقة المستخدم، ثقة العميل في المنتج اللي هو بيتعامل معاه. زي ايه مثلا؟ زي مثلا ان حضرتك بيبقى عندك ثقة مثلا في المنتجات اليابانية. انت حضرتك مثلا زي السوق، زي المنتجات الموجوده في السوق الصيني، المنتجات الموجوده في السوق الياباني. في ناس بتثق جدا في المنتجات اليابانيه، وبمجرد ما بتعرف ان المنتج ده المنشا بتاعه اليابان بتشتريه حتى لو هو بضعف الثمن بتاع المنتج الصيني. ده اسمه ثقه المستهلك او ثقه المستخدم. في حاجه كمان، في براند مثلا معين حضرتك بتبقى واثق فيه، حضرتك بتدور عليه في السوق، زي مثلا نقدر نقول مثلا موبايل السامسونج والموبايل الايفون. في ناس بتقول انا ممكن ادفع في الايفون اكتر من 3 اضعاف سعر الموبايل اللي انا ممكن اجيبه صيني او ان انا اجيبه سامسونج مثلا، في سبيل ان انا يبقى اسمي معايا البراند ده. فهي الكواليتي بتقول ان حضرتك لما يبقى عندك ثقه في براند معين او في بلد منشا معين، ده بيعتبر كده جوده. تمام. في حاجة تانية كمان بتقول إن الجودة هي الملائمة للغرض، إن المنتج ده يحقق الغرض اللي معمول عشانه. بمعنى لو أنا عندي ترمومتر، والترمومتر ده أنا بتعامل معاه، غرض الترمومتر إن هو يقيس درجة الحرارة الموجودة في المكان. لو الترمومتر ده ما قاسش درجة الحرارة أو ما ادانيش درجة حرارة صحيحة، فهو كده ما حققش الغرض اللي هو معمول عشانه. تمام؟ أي حاجة برضو هتقيسها على نفس الوضع ده. حاجة تانية إن برضو إن الجودة بتقول إن التطابق من أول مرة وكل مرة. بمعنى إن حضرتك لما تروح تشتري منتج معين، لازم تبقى الجودة اللي حضرتك هتاخدها في المنتج ده تبقى كلها زي كل مرة. يعني مثلا حضرتك بتروح تشتري مثلا نوع شوكولاتة معين،
لازم يبقى الحجم واحد، الكواليتي واحدة، اللون واحد، ما يختلفش منها لون. ما ينفعش يبقى التغليف بتاع الشوكولاتة المرة دي لونها أحمر والتغليف المرة الجاية يبقى لونه برتقاني، ده كده حاجة مش متطابقة. حضرتك ما ينفعش تيجي تشتريها المرة دي تكون كويسة ومجمدة وبشكل كويس، تاني مرة تيجي حضرتك تشتريها تلاقيها سايحة أو التغليف بتاعها مش مظبوط أو إن هي درجة الحرارة بتاعتها مش مظبوطة أو فيها أي مشكلة. فلازم برضو إن تبقى دايما الجودة عندك، إن أنت تطبقها كل مرة زي أول مرة حضرتك اشتريتها. وحضرتك تروح مثلا مطعم معين، لازم يكون الأكل اللي هو هينزله لك يكون فريش ويكون سخن. ما ينفعش تيجي مثلا النهاردة تلاقيه فريش، بكرة تلاقيه طعمه بايت، بعده تلاقيه إن هو مش جاي لك سخن، بعدين تلاقي إن نوع مثلا البطاطس مثلا الفرايز اللي هو بيقدمها لحضرتك نوعها مختلف عن كل مرة هو بيجيبها، كل مرة هو بيتعامل مع مورد مختلف، فده كله ما بيعتبرش إن هو جودة. فهنا إحنا بنقول إن الجودة هي التطابق من أول مرة وكل مرة، تمام؟ كمان عندنا الايزو عرف الجوده بشكل مختلف. الايزو قال ان الجوده هي تطابق مجموعه من الخصائص المتلازمه مع متطلبات المواصفه 9001. متطلبات المواصفه احنا هنشرحها فيما بعد، تمام؟ ده كده بالنسبه للكواليتي. طيب ايه هي الكواليتي مانجمنت؟ الكواليتي مانجمنت هي اي نشاط بتقوم بيه المنظمه للحفاظ على الجوده او تحسينها. ممكن تشمل ايه؟ ممكن تشمل اعتماد سياسه الجوده أو ضمان الجودة أو تخطيط الجودة. بمعنى إن أنا عندي إن النشاط اللي الشركة بتقوم بيه ده هو ده اللي بيعتبر الكواليتي مانجمنت اللي إحنا بنحاول إن إحنا ننفذه، تمام؟ في حاجة تاني نقدر نعملها أكتر من كده؟ أو في حاجة تاني للجودة، في مفهوم جديد للجودة اسمه كواليتي مانجمنت سيستم اللي هو QMS، اللي هو ايه؟ اللي هو نظام المؤسسة اللي بينفذ السياسة والأهداف والعمليات اللي بتساعد على تحسين مستوى الجودة. ودي بيبقى عندها شوية تطبيقات كده أو شوية أثكس هو بيبتدي يتعامل بيها علشان يبتدي يطبق السياسة بتاعته. دي بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن السجلات اللي احنا بندون فيها المعاملات بتاعتنا بتاعة الشركة دي مثلا، تبقى عبارة عن التقنيات، البرامج اللي احنا بنتعامل بيها، القواعد، توزيع الأدوار وتوزيع المسؤوليات. مهم جدا في الأورجنايزيشن أو في المانجمنت سيستم اللي احنا بنتعامل فيه إن الناس تبقى عارفة هي دورها إيه وتبقى عارفة المفروض إن هي تعمل إيه. أهم حاجة إن كل واحد يبقى عارف دوره، لأنه بيبقى عبارة عن ترس في كل الأورجنايزيشن الموجودة دي. فلو هو مش عارف دوره ومش بيعمله على أكمل وجه، ده هيأثر على بقية المنظومة التانية. فبالتالي الكواليتي مانجمنت سيستم هي عبارة عن السياسة اللي بتدير كل الشركة وكل المؤسسة أو المنشأة اللي هي بتتعامل فيها. الكواليتي مانجمنت سيستم كان ليها 3 مراحل في التطور. أول حاجة بدأت بالكواليتي كنترول، وبعدين الكواليتي أشورنس، وبعدين التوتال كواليتي مانجمنت. أول حاجة الكواليتي كنترول كانت بدأت سنة 1950، هي جزء من إدارة الجودة بيركز على تحقيق متطلبات الجودة وبيعتمد على الفحص والفرز. اللي هو إزاي يعني؟ هو كانت الشركة أو المصنع أو الحاجة اللي بتقدم الخدمة دي كانت بتروح تصنع مثلا منتج معين، وبعد ما بعد ما بيخلص ما بيعدي بكل مراحل الإنتاج بتاعته، بيجي في الآخر بيبقى فيه واحد واقف بتشيك ليست بيشوف إن المنتج اللي هو طلع خلاص المنتج النهائي ده مطابق للمواصفات ولا غير مطابق للمواصفات. لو مطابق للمواصفات خلاص بيبتدي ان هو ياخد البروسس بتاعته في ان هو يروح للعميل. لو هو غير مطابق في المواصفات كان بيرجع بقى تاني بيحصل له اتلاف علشان هو ده مش هينفع لدي للعميل. فبالتالي كان بيحصل عندنا هدر كتير جدا في الانتاج، وما كانش يقدر ان هو ولا ان هو يوديه للعميل ولا ان هو يبتدي يعمل له اعادة تصنيع تاني، ان هو خلاص بقى منتج نهائي. دي كانت اول مرحلة في مراحل الكواليتي مانجمنت اللي هي كانت الكواليتي كنترول. جينا بعد كده في سنة 1970 بدأ مفهوم تاني يظهر، ان هو اسمه الكواليتي اشورنس، ان هو جزء من الإدارة يركز على توفير الثقة بأن متطلبات الجودة بيتم إنجازها بمنهجية معينة لمنع حدوث العيوب أو الحيود عن المواصفات من أول مرة. يعني ده كانت منهجية بتراقب العملية الإنتاجية
للمنتج النهائي في خلال مراحل إنتاجه، وكانت بتشوف في كل مرحلة هل هو فعلا هيطلع المنتج ده مطابق للمواصفات ولا هيحصل فيه مشكلة في النص. بدأ يظهر عندنا مشكلة تانية، إن عملية المراقبة دي كانت بتضيع وقت كتير، وكانت بيبقى فيها فترة كتيرة جدا من تضييع الوقت والمجهود، لأن حضرتك لما تقعد تراقب كل عملية بتحصل ده كده هياخد منك مجهود، وهتبقى محتاج عدد أكبر من الموظفين عشان يراقبوا بروسس بروسس لحد ما تقدر. دخلنا بعد كده في العصر الأخير بتاع التوتال كواليتي مانجمنت اللي كان هو سنة 1990، اللي هي منهجية بتركز على الخدمة والمنتج أو المنتج اللي أنت بتتعامل بيه. منهجية بتركز على العميل، على متطلبات العميل، على العمليات نفسها، وعلى كل المتطلبات اللي بيعملها. فدي كانت بتطور العاملين، وبتحاول إن هي تعرف متطلبات العميل إيه علشان تقدر توصل. يعني أنا مثلا عندي عميل عاوز يبني مبنى مثلا، كان الأول إن هو بيروح ويديله المبنى ده ويقول له خلاص انا هبني لك مبنى بالمنظر ده، ويجي بعد كده يجي يشوف العميل يشوف الحاجه بعد ما خلصت. دي كانت اول حاجه اللي هي كواليتي كنترول. بعد كده بدأ ان هو يعمل يتابع عمليات الانتاج في النص، دي الكواليتي اشورنس. دلوقتي بقوا يقعدوا مع العميل علشان يفهموا ايه المتطلبات، ويبتدوا ان هم يعملوا ماكت، ويبتدوا ان هم يعملوا له بروتوتايب كده عشان يبتدي يفهم هو عاوز يوصل لإيه، ويبتدي يأكد معاه عن المنتج النهائي هيبقى شكله بالشكل الفلاني. ده كده كان بيحاول إن هو يحصل على رضا العميل، ويحصل على رضا العاملين، ويحاول إن هو يطور في أداء العاملين، ويحاول إن هو يحسن العملية الإنتاجية أو البول. هو ده التوتال كواليتي مانجمنت. تمام.